نلتقي اليوم في وقت حرج ومؤسف بعد مرور نحو شهر على اندلاع القتال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويؤسفنا بأن الوضع ما زال يتدهور إلى مستويات أسوأ وأشد خطورة يوما بعد يوم. ركزت مباحثاتنا اليوم مع معالي وزيرة خارجية فرنسا الصديقة على كافة الأبعاد السياسية والإنسانية لهذه الأزمة، وأيضا بحثنا أولوياتنا في استمرار الجهود الهادفة في الوساطة لإطلاق سراح الأسرى وضرورة تدفق قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية بشكل كافي ودون انقطاع لأشقائنا الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة بلا غذاء أو ماء أو دواء. كما أكدنا على ضرورة استئناف تقديم جميع احتياجات المدنيين الأساسية بما يشمل خدمات الاتصالات وتزويد المؤسسات الصحية بالوقود الذي بات نفاذه يهدد بخروج المزيد من مستشفيات القطاع من الخدمة ويهدد حياة الآلاف من المرضى والجرحى. استمرار هذه الممارسات رغم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية يقوض الجهود الأممية الرامية إلى حفظ الأمن والسلم الدوليين. ولم تؤدي هذه السياسات إلى تصاعد وتيرة العنف فحسب، بل هي ساهمت كذلك في تعقيد الجهود الإنسانية والإغاثية التي من شأنها تخفيف المعاناة الإنسانية على أخواننا في غزة. ونذكر في هذا نشدد في هذا السياق على مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية لوضع حد نهائي للتصعيد الإسرائيلي المستمر الذي يتنافى مع كافة القيم الإنسانية والأخلاقية وقواعد القانون الدولي. نؤكد على موقف دولة قطر الثابت من إدانة كافة أشكال استهداف المدنيين أياً كانت خلفياتهم العرقية أو الدينية أو الوطنية، ونشدد على ضرورة التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين للتوصل إلى هدنة إنسانية فورية دائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية ووصول المساعدات الإنسانية فوراً وبلا عوائق. للأسف نحن نشهد في هذه الحرب سوابق لم تشهدها أي حروب في العقود الماضية، وهي استخدام المساعدات الإنسانية كوسيلة للضغط على هذا الشعب المحاصر وعجز النظام الدولي على تلبية احتياجات هذا الشعب. هناك جهود للوساطة القطرية في مجال إطلاق سراح الأسرى والتي ما زالت مستمرة، وبالرغم من تعرض عملية هذه الوساطة للخطر في ظل انتشار التقارير الكاذبة والتسريبات عن المفاوضات، بالإضافة إلى تعقيد الوضع الميداني بسبب ممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلي، ولكن دولة قطر عازمة على مواصلة جهودها انطلاقاً من سياستها الثابتة وقيمنا الإنسانية لإطلاق سراح جميع الرهائن المدنيين، وهدفنا من ذلك إعادتهم إلى عوائلهم، ولكن أيضاً في أشقائنا في غزة أن ينعموا في الأمن والأمان، وأن يكون هناك خفض تصعيد وتجنيب وحماية المدنيين من هذه من آلة الحرب التي تبطش بهم في الشهر الماضي. أيضا نعرب عن ترحيبنا بنجاح عملية الإجلاء الأولى التي جرت عبر معبر رفح الحدودي في بداية شهر نوفمبر، والتي قامت جمهورية مصر الشقيقة بدور كبير لإنجاح هذه العملية وتسهيلها، ونتمنى استمرار العمل في مسألة الإجلاء سواء كان إجلاء المواطنين الأجانب أو إجلاء الجرحى الذين تتطلب ظروف علاجهم الذهاب للخارج. نؤكد بأن دولة قطر لن تدخر جهدا في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق، ونأمل أن تستمر هذه الجهود الهادفة إلى تجنيب المدنيين تبعات القتال وحماية المنطقة من خطر انزلاق إلى دائرة عنف أوسع.
وختاما نؤكد استمرارنا التنسيق مع شركائنا الإقليميين والدوليين بما فيهم جمهورية فرنسا الصديقة لإيجاد حل فوري لهذه الأزمة، كما نجدد التذكير بأنه تقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية أخلاقية ملزمة لحل القضية الفلسطينية بشكل جذري ونهائي على أساس إنهاء الاحتلال وتطبيق قرارات الشرعية الدولية والمبادرة مبادرة السلام العربية بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. Le Qatar bien évidemment a un rôle important à jouer, personne n'en doute. دولة قطر لها دور مهم تلعبه ولا أحد يشكك في ذلك، ونحن نعتمد عليها في هذا الوقت الحرج والخطير. الأولوية إنسانية بالدرجة الأولى، وهي الاستجابة لاحتياجات المدنيين في غزة بشكل مكثف ودائم. بعض الشاحنات التي تدخل من معبر رفح لا تكفي ولا ترتقي إلى مستوى الاحتياجات الإنسانية الكبيرة، ويجب أن نعمل سريعاً على معالجة هذه الكارثة الإنسانية. ولهذا فإن الهدنة الإنسانية العاجلة الدائمة هي أمر لا بد منه، وستقود إلى وقف إطلاق النار، ونشير إلى توافق في الآراء حول ذلك في الأمم المتحدة. ومجلس الأمن يجب أن يتحمل مسؤولياته ويعتمد قراراً في ذلك.